قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصلي 20 ركعة فهل يصليها بسلام واحد أو كل ركعتين يسلم بعدهما؟ صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل. إلا الوتر إذا أراد أن يسرد 5 ركعات 7 ركعات 9 ركعات 11 ركعة يسردها ويجلس في قبل الأخيرة، يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالوتر، فهذا جائز وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأفضل أن يصلي مثنى مثنى وأن يوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. نعم.